اكتر يعني جهه او دوله بتدافع عن هذا الاتفاق هي المانيا وانجيلا ميركل. النهارده ميركل بتتحدث في واشنطن في قلب البيت الابيض بعد لقاء ترامب ان هذا الاتفاق يجب ان يعاد النظر فيه مره اخرى وان يجب كبح التمدد الايراني. لما ميركل تتحدث بهذه اللهجه ده يعطينا مؤشر مهم جدا. ترامب ده يعني تاثيره قوي ازاي، وتاثير امريكا هي مش تاثير فرد، هي تاثير دوله محوريه ذات قوه عظمى. فكره برضو احنا للاسف بنخضع كثيرا لبعض التنظيرات الغير منطقيه، يعني احنا بقى لنا 20 سنه في مثقفين بيقول لك امريكا على وشك الانهيار، امريكا في العصر الاخير. هذا غير صحيح للاسف، يعني جميع الارقام التي نراها، التغيرات التي نراها، صعود اوباما بطياره ثم صعود ترامب بطياره، يوضح ان في حيويه، لا تزال هناك حيويه داخل القطاع السياسي في امريكا، وانه فكره ان اضمحلال الولايات المتحده الامريكيه كقوه عظمى لا تزال امامها فتره طويله جدا. بالنسبه لقضيه القدس عندنا ابعاد للاسف مختلفه عن يعني ايران. لا ترى ان الامور يتم معالجتها في نفس السياق؟ بالظبط. يعني لا اريد ان اخرج كثيرا عن الموضوع، لكن ترى سؤال في ذهني، اذا كان يستطيع ترامب ان يؤثر في الناس. حضرتك بتتحدث عن انه الولايات المتحده هي التي تؤثر، نعم، لكن الولايات المتحده نفسها ترامب والولايات المتحده نفسها كانت اوباما، الامرين مختلفين. صحيح. يعني يبدو انه ترامب نفسه له بصمه او له صحيح. قوه ونفوذ وتاثير. صحيح. ده يخليني أسأل، ما هي أوراق اللعبة؟ يعني بماذا يضغط ترامب على الآخرين؟ أو كيف يستطيع أن يغير دفة الأمور ويغير وجهة نظرهم؟ يعني صحيح. أمر لافت للغاية. تمام. حتى يعني كنت أناقش منذ ساعتين أو أكثر مسألة كوريا الشمالية، أقدم ما لم يمكن أن يقدم عليه رئيس أمريكي سابق. تمام. احنا اولا عندنا خلافات جرت ما بين اداره اوباما وترامب، هذا ينسف الفكره العامه بان امريكا ذات اجنده موحده عفوا ذات اجنده موحده ورؤيه موحده. لا، هناك كل اداره لها شبكه مصالح معينه هي التي ينفذ هذا الرئيس هذه المصالح. ترامب لم ياتي يعني منفردا، ولكنه معه شبكه من المصالح المتعلقه بالراسماليه الوطنيه داخل امريكا، لديها رؤيه معينه مختلفه عن الشبكات التي كانت تقف وراء اوباما او حتى بوش. هذه الشبكات حضرتك كده لا تقسمها لديمقراطي وجمهوري، لكن هي مصالح عن شبكات مصالح تانية. مصالح اقتصاديه في المقام الاول. هم لوبي الصناعه الوطنيه داخل امريكا هو الذي هيئ ترامب للرئاسه وهو من رشحه للرئاسه. اللي هنا الاتفاق او الرؤيه لهذه الشبكات انه الفلوس الكتير اللي الولايات المتحده الامريكيه بتصرفها بره من الافضل انها تصرفها في الداخل، وبالتالي بدأ في صراع ما بين اوباما عفوا بين ترامب وبين مثلا الصين اللي هي اكبر مصدر للبضاعه داخل امريكا. وبالتالي عشان نعمل تسويه في هذا الملف يجب ان تقدم الصين بعض التنازلات، والصين لديها نفوذ داخل كوريا الشماليه، ومن هنا تأتي هذا الربط ما بين السياسه والاقتصاد، ما بين الصناعه الداخليه في امريكا وبين صناعه قويه زي الصين. ان الطفره التي استطاع اوباما عفوا ترامب هو صاحب الفضل الاول في اللقاء الذي جرى بين زعماء كوريا الشماليه والجنوبيه اليوم. طبعا. هذا انتصار امريكي خالص. هذا الامر له علاقه بتسويات اقتصاديه ما بين امريكا وبين الصين ذهب اليها ترامب، لانه لديه لوبي من الصناعه الوطنيه يدعم هذه التسويه، في حين ان اوباما لم يكن لديه مثل هذه القدره على القيام بهذه التسويه الاقتصاديه مع الصين. ولكن يجب ان نشير في نقطه مهمه، ان الى الان ملف كوريا الشماليه لا يزال يحبو اولى خطواته. يعني من الصعب ان نقول هناك تسويه شامله جرت بين امريكا والصين من خلف الستار اقتصاديا، لا تزال هناك مفاوضات جاريه في هذا الامر. فده فيما يتعلق مثلا بقضيه زي كوريا الشماليه. لكن في النهايه يعني اتفاق الكوريتين ربما يصب في المصلحه الصينيه اكثر منها. صحيح. الامريكيه. صحيح. يعني 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 تبدو الامور ايضا ملتبسه بشكل او باخر. ماذا يفعل الرجل يعني ترامب؟ ماذا ايضا في جعبته؟ الحقيقه قام بامور كثيره، كان يتحدث، كان الجميع قبل ان ينتخب كان الجميع يقول يعني انه هذا حديث انتخابي، هذا حديث يعني لرجل غير محسوب على عالم السياسه، محسوب على عالم رجال الاعمال. لا، هذا رجل محسوب على عالم السياسه. صحيح. وخدمه الاهداف الاقتصاديه الامريكيه، تبدو المصلحه الوطنيه الاهم بالنسبه للولايات المتحده حاليا وليس يعني لمصلحه الاخرين. ترى هذا هل يستخدم كروت معينه مع أنجيلا ميركل، استخدمها أيضا مع إيمانويل ماكرون؟ تمام. هو مبدئيا ترامب لم يكن رجل غريب عن السياسة، وحاولنا
حتى في قنواتكم الموقره مرارا ان نصلح هذه الصوره ان هو كان ناشط سياسي وانه كان بيعمل في الحزب الديمقراطي قبل الحزب الجمهوري وانه حاول ترشحه للاسف سنه 2000 وليس يعني من قبل 10 سنين او 15 سنه. وايضا هو خريج الاكاديميه العسكريه في نيويورك ورجل يعني درس عسكريا قبل ما يكون اقتصاديا وما الى ذلك. فهو رجل لديه استراتيجيه ولديه رؤيه وكما شرحنا لديه ايضا شبكه من المصالح عسكريه واقتصاديه كانت تدعم ترشحه للرئاسه. وبالتالي محاوله اظهاره بان رجل ليس له خبره كانت محاوله من المعسكر المعادي وبكل اسف الكثير من الناس صدقت هذا الكلام. اوراق اللعب زي ما تفضلنا برضو ان عندنا مثلا زي القضيه مع الصين. الصين كانت تستخدم كوريا الشماليه مخلب قط، بمعنى ان امريكا تعرف ان امريكا تضع التجاره الصينيه امام اعينها بانها يجب ان يتم كبح جماعها، وبالتالي يجب اشغال امريكا ببعض القضايا زي القضيه الايرانيه، زي قضيه كوريا الشماليه، زي قضيه العراق او سوريا. لماذا يصوت الصين دائما الى هذه القضايا في مجلس الامن او يستخدم الفيتو؟ لانه يجب ان تكون هذه القضايا موجوده دائما في وجه امريكا، حائط صد ما بين الصين وامريكا. لهذا السبب روسيا ايضا تفعل نفس الامر. فصناعه هذه المشاكل هذه سياسه يعني بالزبط. هذا حل السياسه بالضبط. فبالتالي لما ترامب بيذهب الى الصين مباشره ولا يتحدث الى كوريا الشماليه، ان كوريا الشماليه ليست لاعب ولكنها ملعب بكل هذه الضوضاء وكل هذا الضجيج، لكن في نهايه المطاف الريموت كنترول في يد الصين اولا وهناك نسبه في يد روسيا. فترامب رجل الامر الواقع وهو رجل مباشر للغايه، لن يذهب ليلاعب كوريا الشماليه ولكن سوف يتحدث مع الصين مباشره، سوف يتحدث بالنسبه الى روسيا. بالنسبه لفرنسا والمانيا في الزياره الاخيره، بداية هم أيضا العالم الغربي وتحديدا أوروبا أيقنوا أن محاولات الاغتيال المعنوي والتسفيه والإهانة وما إلى ذلك لن تجدي نفعا مع هذا الرجل، يعني صلب ولديه ورأسه ناشفة زي ما بيقولوا عندنا في مصر. من الصعب أن وأيضا الانتصارات اللي حققها داخليا لأنه كان عنده صراع من مجالس القوى والشبكات من القوى الاخرى داخل امريكا كانت بتحاول انها تسيطر على صناعه القرارات داخل امريكا، لكن هو اقالهم واحدا تلو الاخر. بقى لنا سنه ونص ترامب عمال بيغير في الوزراء وفي المستشارين اللي هو بيستشر ان هم لديهم اتصالات مع جهات اخرى داخل امريكا. مع ازاحه وزير الخارجيه الاخيره ريكس تيلرسون اصبح ترامب يسيطر بشكل كامل على الاداره الامريكيه بالداخل، وبالتالي لم يعد لاوروبا حلفاء داخل الاداره الامريكيه، ما جعل اوروبا تستسلم بل وان تهرول مثلا انجيل تريزا ماي في الغرة الأمريكية على سوريا الأخيرة، بأن كان في خلاف كبير بين الدولتين. يعني ما هو المقابل؟ يعني المقابل دائما السياسة زي ما نتحدث هناك مقابل. المقابل هو يعني أصبحت الكعكة الآن سوف تذهب كاملة إلى أمريكا، وبالتالي يجب أن تحجز أوروبا نسبتها حصتها من هذه الكعكة. يعني أي كعكة؟ يعني على سبيل المثال إحنا بنتكلم مثلا في سوريا حاليا الاتفاق او مبعث العلاقه الجيده او المتميزه المفاجاه ما بين ترامب وبين ايمانويل ماكرون كان الاتفاق على سوريا. يعني في اتفاق واضح ما بين فرنسا وامريكا بخصوص سوريا وبخصوص منطقه سوريا الشرقيه والتواجد الامريكي في عسكريا في هذه المنطقه. هناك خطه يتم دراستها وسوف يعلن عنها في 12 مايو المقبل في كلمه مهمه لترامب يتكلم فيها عن رؤيه امريكا حيال التواجد العسكري الامريكي في سوريا وعن الملف الايراني. وبرضو تريزا ماي اللي كانت على خلافات كبيره مع ترامب شاركت في الغاره التي جرت على سوريا، ايضا فكره ان عدم التخلف عن توزيع الكعكه طالما ان ترامب فعلا قدر ان هو يستاثر بصناعه القرار داخل امريكا وانه يصبح يستاثر ايضا بالقوى العظمى الامريكيه وصناعه القرار داخل قضيه مهمه في سوريا. انجيلا ميركل وهي النهارده رايحه لاوباما لترامب وبتتحدث عن انها الزياره الاولى لها خارج اوروبا بعد توليها الولايه الرابعه، هي رايحه في منتهى الضعف. الفكره ان الانتخابات الاخيره هي خسرت يعني الكتله كبيره جدا ذهبت الى اليمين المتطرف الالماني واصبح الصوت العالي داخل حكومتها وحزبها ايضا وداخل البوندستاج البرلمان الالماني يعارض الكثير من سياساتها المتعلقه بفتح الباب امام اللاجئين والتعاطف المضر بالمانيا واوروبا قبل ان يكون باي طرف اخر مع القضايا السوريه التي افتعلها الالمان والاوروبيين اولا. يعني ربما هذا ناحيه قضيه اللاجئين، لكن دائما الاوروبيون لديهم هذا الجانب الاخلاقي بشكل
أو بآخر بيسوق للشعوب الأوروبية بأننا أصحاب القضية، وقد يكون هذا حقيا بالمناسبة في الحالة الألمانية.